تقارير سورية تؤكد الزيارات الأمريكية للتفاوض حول الأمريكيين المحتجزين، ودمشق تطالب بالانسحاب الأمريكي أولا من شرق سوريا. السلطات الفرنسية تقرر إغلاق مسجد في ضواحي باريس في إطار حملة أمنية ضد أفراد وجمعيات مرتبطة بالتيار الإسلامي على خلفية مقتل مدرس عرض رسوما مثيرة للجدل للنبي محمد. تحية طيبة مشاهدينا الكرام مجددا. إذن مصادر سورية تؤكد لقاء جمع مسؤولين أمريكيين رفيعين برئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك في دمشق خلال شهر آب الماضي، مؤكدة ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تلك الزيارة. وتقارير تؤكد أن هذه ليست الزيارة الأولى لمسؤولين أمريكيين بهذا المستوى الرفيع، وسبقتها ثلاث زيارات مشابهة إلى دمشق خلال الأشهر والسنوات الماضية. لكن أيضا صحيفة مقربة من الحكومة السورية وهي الوطن تقول إن الجانب السوري رفض نقاش ملف الأمريكيين المحتجزين في دمشق، وأيضا قضية العقوبات قبل الخوض في ملف الانسحاب الأمريكي من الأراضي السورية. فبعدما نشرته الصحف، إذن لماذا تصمت دمشق؟ وهل يستطيع الرئيس السوري أن يفاوض من موقع القوي ويفرض على واشنطن الانسحاب من بلاده مقابل الإفراج عن الأمريكيين؟ وهل يمكن أن يتخلى الأسد مستقبلا عن حلفائه الإيرانيين وما يعرف بمحور المقاومة مقابل رفع العقوبات الأمريكية؟ هذا ما سنحاول إجابة عنه في ملفنا الأول من هذا المساء بعد هذا التقرير. خطوط التفاوض الجديدة بين الولايات المتحدة وسوريا تنكشف تدريجيا في خضم معركة من التسريبات. زيارة سرية لمسؤول أمريكي للعاصمة دمشق هو ما توافقت حوله الأنباء الأمريكية والسورية رغم تضارب في الإحصاء الدقيق لسابقاتها من الزيارات. تقول صحيفة وول ستريت جورنال أنها الزيارة الأولى بعد محاولة توجيه رسالة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبشار الأسد، فيما تشير مصادر سورية بأن الزيارة ليست إلا جزءا من سلسلة زيارات عديدة جرت في الأشهر والسنوات الماضية. تحرير ما تصفهم واشنطن بالمخطوفين الأمريكيين لدى الحكومة مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية على سوريا هي الصفقة المشار إليها من الزيارة رغم تداخلها مع ملف الانسحاب الأمريكي من المنطقة. فهل تعني هذه الصفقات تغييرنا في سياسة الإدارة الأمريكية نحو الحكومة السورية؟ سؤال يفتح باب التشكيك مرة أخرى كاشفا عن مسارات عديدة يختلف حولها مراقبون بما يتعلق بنية ترامب إنشاء قنوات اتصال مباشرة مع الأسد. يتجه البعض نحو المسار الانتخابي واصفين الحدث بمحاولة رفع حظوظ ترامب في استحقاق نوفمبر عبر تسجيل هدف جديد في الشرق الأوسط وتطبيق نظرية إنهاء الحروب اللانهائية من خلال الحديث بلغة المصالح ليس أكثر. غير أن البعض الآخر يشير للمشهد بالاعتراف الأمريكي الواضح بفشلها أمام الحكومة السورية محاولة بذلك تغيير قواعد سياستها المتبعة وترسيم خارطة دبلوماسية جديدة. أصوات أخرى ترى الأمر بمحاولة جس النبض في المقترح الأمريكي للسلام، ما يجعل المفاوضات جزءاً من مسار طويل تكون محطته النهائية في إنشاء الشرق الأوسط الجديد عبر إعادة هيكلة تحالفاته. نرحب بضيوفنا الكرام من واشنطن الصحفي عمر المقداد، أهلا بك، والأستاذ بشار جرار المحلل السياسي أيضا من واشنطن، الأستاذ أليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط. واسمحوا لي أن أبدأ مع السيد أليف. إذن بعدما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قالت صحيفة الوطن وهي المقربة من الحكومة السورية إن دمشق رفضت التعاون مع واشنطن قبل البحث بملف الانسحاب الأمريكي من شرق سوريا، إذن لماذا هذا الصمت الرسمي من قبل دمشق؟ وإلى ماذا تريد أن ترمي من خلال ما نشرته الصحيفة المقربة ألا وهي الوطن؟ مساء الخير لك ولضيوفك الكرام. يعني هذه السياسة السورية معروفة بأنها ليست سياسة ثرثرة، ولا عندما يزور وفد سري بشكل سري يزور دمشق هي لا تركض إلى وسائل الإعلام وتفضح، وإنما الهدف هو الأهم، والهدف من هذا الوفد كان هدفا أمريكيا، وفي نفس الوقت
تحول إلى هدف سوري. إذا كان الأمريكان يريدون تحرير المحتجزين المعتقلين الأمريكيين في سوريا، فسوريا لديها مصالح أكبر من ذلك بكثير، وهي تحرير الأرض السورية من الاحتلال الأمريكي، وبالتالي يصبح الهدف السوري أهم بكثير من الهدف الأمريكي، لأن هناك ضحايا سوريين، وهناك أراضي سورية واسعة، وهناك استراتيجية سورية. ألا يكون هذا الصمت أو من خلال تسريب إلى صحيفة الوطن وما نشرته هذه الصحيفة ربما يأتي كمبرر لهذه اللقاءات، خصوصا بعد أن كشفتها صحيفة أمريكية؟ لا يوجد مبرر لهذه اللقاءات، هي لقاءات بمبادرة أمريكية، وبما أنها مبادرة أمريكية وطلبت أن يكون هذا اللقاء سري، فدمشق كعادتها تلتزم بهذه التوجهات، ولكن بما أن الصحف الأمريكية هي التي كشفت عن ذلك، فالصحف السورية ستكشف أيضا عن مضمون هذا، خاصة وأن سوريا في هذا اللقاء لم تقدم شيء، بالعكس تماما، سوريا أثبتت أنها تفاوض من موقع القوة، وأنها مصرة على مواقفها، وأنها قادرة أن تقف في وجه هذا. انتقل إلى سيد عمر، إذن يعني كان وقد قال سيد أليف أن يعني سوريا دمشق تفاوض من منطلق القوة، إذن لماذا كل هذه الاتهامات للرئيس بشار الأسد؟ أليس اليوم في موقف قوة بحسب رؤية بعض المراقبين والعملية المقارنة، ويمكن عمليا لربما أن يفاوض من موقع ويفرض على واشنطن الانسحاب من بلاده؟ لا، بدون شك النظام السوري تصرف كعصابة، لا يتصرف كنظام يحكم البلاد، هذا الأمر أصبح مثبت. يعني الفيديو المفبرك الذي قامت المخابرات السورية بتسريبه للصحفي الأمريكي أوستن تايس بقبضة جماعة إرهابية إسلامية مسلحة، تبين بأنه مفبرك وبأنه فعل المخابرات السورية، وبأن الرجل موجود لدى النظام السوري منذ 8 سنوات و7 سنوات وهو ينكر وجوده أو أي معرفة به. لذلك نحن لسنا أمام نظام، نحن أمام عصابة، وهذه العصابة تعرف بأنها لا تمتلك أي أوراق. يعني هل هناك أكثر من النزول بهذا الحضيض إلى هذا المستوى؟ أن تفاوض على رهينة، على صحفي تم تختطفه ثم تقول بأن جماعة إرهابية قامت باختطافه، ثم تفاوض على مكاسب سياسية لدعم نظامك من أجل إطلاق سراح هذا الرهينة، يعني هذا يعني لا أعرف كيف. يعني البعض يقرأ الأمور، هناك يعني إشكالية كبيرة لدى طريقة التعاطي من خلال القول بأن النظام يتفاوض بموقع قوة، لا، هو يحاول كسب الحصول على بعض المكاسب السياسية لقاء تقديم خدمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الحالية، والتي يحاول الرئيس الأمريكي استثمارها من أجل دعم موقفه الانتخابي أمام الرأي العام وأمام مرشح قوي مثل جو بايدن. وهذه الإشكالية اليوم هي التي يحاول النظام السوري أن يستغلها. يعني هو نظام يلعب منذ 50 عاما على فكرة التوازنات السياسية والدولية، وبالتالي لدعم نظامه ولدعم وجوده في المنطقة. نعم أستاذ عمر بقمان، لو سمحت أستاذ بشار، هل فعلا يمكن أن تقبل الإدارة الأمريكية بالانسحاب من شرق سوريا مقابل الإفراج عن الأمريكيين المحتجزين، لا سيما وأن التوقيت الانتخابي مهم بالنسبة لإدارة ترامب، وهو ما قاله عمر؟ هو بداية عزيزي، يعني شكرا للدعوة الكريمة معي الضيفين الكريمين، ولكن أقول لابد أن توقف عند مصطلح تسريب للصحافة في قضية وول ستريت جورنال، وبين الإعاز لصحيفة سورية مقربة من الحكومة بأن تنشر شيء ما تعقيبا على هذا الخبر. ما وصلنا إليه الآن من هذه الاتصالات التي تم الكشف عنها أو جانب منها يظهر أن هناك جوا جديدا، مناخا جديدا بين البلدين، بين الإدارتين، بصرف النظر عن الموقف نظام أو حزب أو كل هذا الكلام. الواقع الآن التفاوضي تجاوز كل هذه المفردات. قضية أن القرار سيتخذ لأسباب انتخابية أيضا، مع كل الاحترام لهذا المنطق، أعتقد أنه لا يقدم ولا يؤخر، لأن لا يريد هدفا جديدا. الرئيس ترامب حقق يعني الفوز الكامل في ملفات حتى أهم وأكثر خطورة، ماذا أكثر من أن يقول يعيد كل القوات الأمريكية من أفغانستان قبل عيد الميلاد المجيد إلى البلاد، عندما يتحدث عن العراق وواضح أنها المسألة قيد الانسحاب العراق وكذلك سوريا.
نعم، ولكن سيد بشار جرار، بما يتعلق بالأمريكيين المحتجزين في سوريا عمليا، يعني هنالك أيضا بعض التساؤلات وفق المراقبين بأنه يعني عمليا ذكر في كتاب جون بولتون عمليا محاولة الرئيس الأمريكي بإعادة المحتجزين قبل سنوات، الأمر الذي لم يلقى له رد من قبل الرئيس السوري بشار الأسد. هذا ما ورد في الكتاب. نعم صحيح. هلا بولتون مصداقيته هي كلها على المحك. انا شخصيا يعني في قضايا اخرى كثيره تبين عدم مصداقيه بولتون، خاصه من الصقور الذي صدق ترامب بانه كان يريد ان يقتل الجميع ويقاتل الجميع، خاصه موقفه بالموضوع السوري. الرئيس ترامب صانع صفقات، ما يعنيه الان هو تحرير هذين الامريكيين، احدهما من اصل سوري. هذا هو الهدف عند التفاوض، خاصه عندما تكون الامور الملفات بيد رجال المخابرات. لا مجال لا للعواطف ولا نعم. للسجال ولا للتراشق أستاذ اللفظي نعم. ولا كل هذا الكلام. أستاذ بشار، يفكرون بعقول باردة نعم. ويحققون الهدف. ابقى معنا لو سمحت. أعتقد نعم سيد أليف، بما يتعلق بهذه الزيارة، يعني هذه الزيارة تعتبر ليست الأولى لمسؤولين أمريكيين بهذا المستوى الرفيع خلال الآونة الأخيرة، وسبقها أيضا تقارير عن مفاوضات سرية بين كل من سوريا وإسرائيل. فليمكن لربما أن يتخلى الرئيس الأسد مستقبلا عن حلفائه الإيرانيين وما يعرف بمحور المقاومة مقابل رفع العقوبات الأمريكية وعودة دمشق للعب دور لا بأس فيه بالمنطقة. لو أراد أن يتخلى عن الحلفاء الإيرانيين لتخلى عنهم منذ زمن طويل، وقدمت لسوريا إغراءات كبيرة جدا من قبل أمريكا وغير أمريكا على أن يتخلى عن حلفاء الإيرانيين. لكن أقول لك أكثر من ذلك، سوريا يمكن أن تتخلى عن الحليف الروسي ولا تتخلى عن الحليف الإيراني. هذا أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. الحليف الإيراني هو حليف استراتيجي من الدرجة الأولى على المستوى الإقليمي، والحليف الروسي هو حليف من الدرجة الأولى على المستوى الدولي. تستطيع أمريكا أن تقدم إغراءات كما تريد، لن تتخلى روح سوريا عن حليفها الإيراني. هذا أولا. ثانيا، الزيارات التي حصلت في الماضي حتى منذ زيارة رامزي كلارك في 2015 ولغاية اليوم هي زيارات كانت تعبير عن اعتراف أمريكي بالواقع السوري ومحاولة التعايش معه مقابل فتات من الإنجازات. ولكن سوريا كانت صامدة في كل هذه الجولات على أن تقول سوريا أولا، تحرير الأراضي السورية أولا، ولا تفاوض لا على معتقلين ولا على غيرهم ولا صفقات أصلا إلا بخروج القوات الأمريكية من شرق سوريا. نعم. هذا هو الواقع الذي نعيشه اليوم أيضا، وهذا ما سيجعل أمريكا تعيش مع الأمر الواقع رغما عنها. نعم السيد أليف ابقى معنا لو سمحت. يعني أستاذ عمر سريعا في 20 ثانية سترد على ما قاله أو تعقب على ما قاله الأستاذ أليف، ومن ثم أتوجه إليك بالسؤال سريعا لو سمحت. نعم، أولا فيما يتعلق بموضوع أن النظام السوري يتخلى عن إيران وروسيا وإيران، هي هذا كلام يعني هي قراءة مراهقة سياسيا للواقع في سوريا. روسيا هي صاحبة اليد الطولة في سوريا وليست إيران، هي التي قامت تقوم بتغطية النظام سياسيا على الصعيد السياسي من خلال أكثر من 10 استخدمت البيتو أكثر من 11 مرة لحماية النظام ومنع إدانته دوليا. ايضا الحملات العسكريه الروسيه هي التي احدثت فرق في مشهد السوري، وروسيا هي التي تقرر اليوم في سوريا وتقود عمليه المصالحات باسم النظام السوري. النظام السوري لم يعد موجود نعم. كنظام بالمعنى الحرفي، ليس نعم. صاحب قرار كما يحاول ضيفك ان يصور. نعم نعم. عوده الى يعني صلب الموضوع، بغض النظر عما نشر حول مفاوضات سريه بين اسرائيل وسوريا قبل ايام، الا ان دمشق ترفض التطبيع قبل استعاده الاراضي الجولان. هذا يبدو بعيدا في هذه المرحله، لكن مجرد مطالبه الاسد للامريكيين من خلال اللواء عباس ابراهيم تحديدا طلب بالسماح لدول الخليج بتطبيع علاقاتها معه، يعني ألا يعد هذا الطلب وإن قامت به وأنجزته أمريكا ألا يعد إنجازا كبيرا له؟ وهناك خطوة حصلت قبل أسبوعين بتعيين سفير لسلطنة عمان في دمشق. نعم صحيح، هو النظام السوري يحاول استخدام كل ما يمكن استخدامه هنا من أجل دعم نظام حكمه وبقائه في السلطة. لذلك هو كل إجراءاته خلال السنوات الماضية، وأعتقد بأن روسيا هي التي تقوم بدفع النظام لاتخاذ هذه الإجراءات من خلال قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية،
وهي العقل يعني الذي يدير سوريا اليوم، تقوم بنصحه بضرورة الذهاب بهذا الاتجاه. لذلك النظام جاهز يعني يفعل أي شيء في الوقت الحالي من أجل تحقيق يعني على الأقل نصر أو حفظ ماء الوجه على الصعيد الداخلي، لأنه أصبح يعني مكشوف بطريقة يعني لم يعد يمكن لأي شخص حتى الموالين لهذا النظام أصبحوا يتململون من الفضائح المتتالية التي يتعرض لها هذا النظام. إذن هو يحاول بشكل جدي استثمار أي موقف أو أي قضية، وبالتالي أعتقد بأن التسريبات التي سمعناها فيما يتعلق بفتح قناة مع إسرائيل من تحت الطاولة هي تسريبات حقيقية. يعني النظام يريد تهدئة الجبهة الجنوبية مع إسرائيل أو إعطاء بعض الضمانات لإسرائيل، ربما يقوم بنيامين نتنياهو بدعمه في واشنطن. ابقى معنا أستاذ عمر. إذن سيد بشار جرار، يعني قبل أسابيع أيضا نشرت تقارير على أن ترامب كانت لديه نوايا لاغتيال الأسد، لكن ما الذي تغير فجأة؟ ولماذا تتحول واشنطن عن فكرة تغيير النظام في سوريا ومن ثم تقوم بالمقايضة على غرار ما حدث مع بلدان ودول أخرى مثل السودان؟ دعني بداية، هذا الحديث كان في سياق انتقاد وتوبيخه لوزير الدفاع الذي أقاله جيم ماتس. كان يقول بأن كان بإمكانه أن يتخذ هذا القرار لكنه لم يفعل، وكأنها فيها أيضا إشارة ضمنية موجهة للأسد بأنه كان بالإمكان استهدافه لو ترامب أراد ذلك. هلأ بعيدا عن مرة أخرى عن السجال وهذه اللغة التي كانت تصعيدية، أعتقد الموقف السياسي الآن تجاوز كل هذه المرحلة. الآن هناك تفكير حقيقي في التغيير ببعض التحالفات، خاصة يتعلق بالعلاقات الأمريكية مع سوريا، لأن أمريكا بقيادة ترامب غير معنية بتغيير نظم القوة، وهو معارض لكل شيء قام به أوباما، وبالتالي هناك مصداقية للتعامل وإن كانت الخطابات الإعلامية المتشنجة الموجودة على طرفي الموقف تشير إلى أنه من المستحيل القيام بذلك. ولكن أعتقد جازما أنه قد تم بالفعل تحقيق إنجاز بالعلاقة الأمريكية السورية، ولا تستبعد على الإطلاق أن ينطبق ذلك أيضا مع علاقات مع دول الخليج قامت بصنع اتفاقات سلام مع إسرائيل. مجرد الصمت السوري في هذا الأمر فيه رسالة إلى احترام وجهة نظر الإمارات والدول البحرين والدول التي وقعت. هذا يعني هناك تفكير سياسي جديد في دمشق، أعتقد أنه سيتم استقباله. وربما هذا غير شيئا ما يعني سنأتي على ذلك في سياق هذا الملف. أستاذ أليف، التجارب الماضية أثبتت أيضا حقيقة أن حل الأزمة السورية لا يأتي إلا من خلال وساطة لاعبين معادين للأسد أصلا. هل فهم الرئيس السوري هذه المعادلة وبدأ بفتح قنوات اتصال سرية مع هذه الدول؟ لا توجد قنوات سرية كما يتحدث ضيفك. القنوات السرية التي أعلن عنها قبل حوالي شهر وكأن هناك قناة سرية تحت الطاولة مع إسرائيل، قالها الرئيس الأسد بشكل واضح، لن يكون هناك سلام أو تطبيع مع إسرائيل إلا بانسحاب كامل من الأراضي العربية وعلى رأسها الجولان السوري المحتل. يعني هذا كلام واضح، وأوضح من هيك ما في أوضح من هيك. إضافة لذلك، الرئيس ترامب أرسل له قبل أكثر من شهرين رسالة سرية على أن يجيب عليها الرئيس الأسد، ولم يجب عليها لا بالسر ولا في العلن. بمعنى أن أمريكا هي التي تستدرج سوريا إلى نوع من التفاوض، هي التي يعني تترجى أو تتأمل من أن يتغير الموقف السوري. ولكن الموقف السوري كما عايدناه دائما موقف واضح وصريح، لا شيء تحت الطاولة، كل شيء فوق الطاولة، لأنه كل شيء تحت الطاولة تعلم سوريا مسبقا أنه سيصبح فوق الطاولة بعد 24 ساعة، وبالتالي هي لا تعمل أي شيء تحت الطاولة لا مع إسرائيل ولا مع أمريكا. إضافة إلى ذلك، كل المفاوضات السابقة التي حصلت عن طريق هذا الطرف أو ذاك كانت روسيا طرف بها، ولكن ودعني أقول لك هذا الكلام بشكل واضح، العلاقة الروسية السورية تختلف عن أي علاقة أمريكية مع أي دولة عربية، بأن أمريكا تعطي الأوامر للدول العربية، ويعتقد بعض المتأمركين أن روسيا تعطي أوامر لسوريا. الحقيقة عكسية تماما، سوريا لا تقدم أي أمر
لسوريا. نعم ابقى معنا سيد أليف. سوريا هي التي تقرر. أستاذ أليف ابقى معنا لو سمحت. نعم. أستاذ عمر، بما يتعلق يعني بتعويل الكثير على واشنطن وحلفائها بإزاحة نظام الأسد، هل تتوقع لربما بأن إدارة ترامب قد تعقد صفقة مع الأسد وتحيي نظامه في المنطقة؟ لا 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 أعتقد ذلك. يعني هو السياسة الأمريكية الخارجية بالعموم هي سياسة براغماتية، يعني الأمريكيون لا يعني لا يريدون رضا نظام بشار الأسد كما يتحدث ضيفك، ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب هي تقوم بفعل كل الأشياء الممكنة حاليا بهذا تحقيق بعض المكاسب السياسية في العاصمة واشنطن، خاصة أن الحملة الانتخابية الآن أي شيء يعني قد يحصل قد يؤدي ويعزز موقف دونالد ترامب أمام مرشح قوي مثل جو بايدن، وهذا ما حصل إبان قتل أسامة بن لادن على يد باراك أوباما، الأمر الذي دعم يعني إدارة أوباما بشكل كبير. لذلك هذه التصرفات أو هذه السلوكيات تؤثر في المشهد الانتخابي العام في الولايات المتحدة، وتعطي المرشح الذي يقوم بمثل هذه الأشياء يعني زخما في حملته الانتخابية. الإدارة الأمريكية الحالية يعني أعتقد بأن سياستها الخارجية تتسم بأنها سياسة مشوشة لزعامة دونالد ترامب. يعني سمعنا كثيرا عن انسحاب من سوريا، ثم لا نريد أن ننسحب من سوريا، ثم يعني حديث عن انسحاب من أفغانستان، ثم لا نبقى هناك، ثم نبقي على بعض القوات، نحارب داعش فقط، نتحالف مع الأكراد، نترك الأكراد. يعني كل هذه يعني السياسة الخارجية حتى هنا يعني أشخاص من الإدارة الأمريكية أنفسهم يعني الذين غادروا البيت الأبيض تحدثوا عن يعني عدم يعني توقعهم لما يمكن أن يأتي به الرئيس دونالد ترامب. ولكن أعتقد مع الرئيس جو بايدن أو المرشح جو بايدن الأمور قد تكون مختلفة بالنسبة للنظام السوري، نظرا لالتزام الديمقراطيين بدعم المعارضة السورية والانفتاح على المعارضة السورية أيضا، والضغط على النظام لإنجاز حل سياسي وإنجاز تغيير حقيقي في المشهد السوري. نعم ابقى معنا أستاذ عمر سمحت. أستاذ بشاري، أيضا يعني واشنطن وجهت مؤخرا انتقادا غير مباشر لسلطنة عمان بعد قيامها بتعيين سفير فوق العادة في دمشق، وأيضا الإمارات وهي يعني حليفة في المنطقة لواشنطن فتحت سفارة في دمشق، لكن هل يمكن أن يكون هذا التعيين لا سيما من قبل عمان مدفوعا برغبة أمريكية لفتح قناة خلفية مع النظام السوري وربما أيضا مع داعميه الإيرانيين، فيمكن ربما لمسقط التعامل مع مثل هذه الملفات كما يرى البعض؟ يا عزيزي كلنا نعلم من ناحية واقعية أن هذه الأمور لا تتم دون دراسة متعمقة وتنسيق مباشر مع المعنيين في هذه القضية، وهي في المقام الأول واشنطن. إيران تعلم مثلا أن عندما أبقت وفي الموضوع اليمني عندما أبقت الباب مفتوحا للوساطة اليمنية العمانية أظهرت نتائج وتكللت بالنجاح. سوريا بصفتها الحليف استراتيجي أيضا لإيران تعلم أيضا جيدا أن عمان كانت متميزة بأنها كانت بريئة، يداها غير ملوثة بالإرهاب، ليس لديهم قاطعي رؤوس أساس التاريخ كما جرى في باريس. نعم. معارضتهم الإسلامية المعتدلة التي دعمها باراك أوباما والعارضة بايدن تصفية بن لادن رأس القاعدة، أعتقد أنه في إدارة ترامب الأمور واضحة، يعني لا يمكن الخطوة الإماراتية يعني والعمانية ترداد هذا الكلام والتعاون أيضا والاستجابة السورية لها دون أن يتم التنسيق. لو سمحت لو سمحت أستاذ عمر، يا عزيزي أنت تعلم من الذي أستاذ عمر نحن على آي 24 نسمع بعض. لو سمحت نعم أستاذ عزيزي هذا سأعطيك الفرصة أستاذ عمر، سأعطيك الفرصة للرد. ما لها خبز. نعم ما لها خبز ما لها خبز. هذا الحديث يتظاهرون بشكل التشويش ومظاهرات أصوات الآخرين. نعم لا نجح بسماع الصوت أستاذ بشار الشيشاني. نعم أستاذ بشار السؤال يعني أنت تقول بأن أستاذ بشار لم يتبقى الكثير من الوقت لو سمحت صياد. يعني نعم الإجابة ماذا يجري بشكل مباشر ماذا يجري على الجبهة؟ اتصالات مدروسة وستؤدي إلى تغيير. نعم السؤال ماذا يجري في سوريا؟ النظام أو المعارضة أم لم يعجب؟ الموضوع أكبر من ذلك. نعم لكن استئناف مفاجئ للرحلات للطيران السوري إلى قطر والإمارات تزامنا مع زيارة الوفد. نعم وأيضا هناك تقارير تتحدث عن رسالة خطية رسمية من قبل ترامب للأسد، إذا ماذا يجري هناك؟ يجري الكثير يا عزيزي، هناك تغيير حقيقي الآن في اعتراف في واقع معين، اعتراف يسموه نظام يسموه عصابة يسموه ما أرادوا،
هذا النظام كان يساعد بتحرير الرهائن الغربيين والأمريكيين من أيدي تنظيمات فلسطينية ولبنانية ومواليه لإيران في عز الحرب الأهلية في لبنان. فاروق الشرع شخصيا كان يدير هذه التفاوضات. لا تقل لي أن اللواء علي مملوك سيلتقي دون موافقة الأسد ومباركته لشخصية مسؤولة عن مكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض. نعم. هذه قضايا عزيزة. أشكرك أستاذ بشار. من الربيع العربي وقضية الرتحيات الإعلامية تجاوزتها الأحداث. الآن هناك صفقات كبرى ستغير وجه المنطقة بأكملها. لا يعجب البعض ذلك ولكن حقيقة ستصدمهم. أدركنا الوقت أستاذ بشار جرار المحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. الصحفي عمر المقداد أيضا من واشنطن، الأستاذ أليف صباغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكم. وأنتم مشاهدينا الكرام، دقائق ونعود في ملف آخر وهو الحملة الأمنية في فرنسا والتي تقودها السلطات الفرنسية ضد ما تقول عنه التطرف الإسلامي. ابقوا معنا.